روبورتاج الحلقه اليوم فقره صحتي راسمالي غادي نتكلموا من خلاله على الاشخاص اللي عندهم مشاكل او لا امراض الكلي، من بين الامراض المزمنه اللي كيعانيوا منها عدد كبير ديال الناس حول العالم وايضا في المغرب. اهم المعلومات اللي خص الاشخاص المصابين بامراض الكلي بمختلف الانواع ديالو يعرفوها خلال هذا الشهر الكريم. شنو هما اهم الاحتياطات اللي خصهم ياخذوهم، امتى ممكن يصوموا، امتى خصهم يتفادوا ويصوموا، مجموعه من الاسئله غادي نجاوبوا عليها من خلال صحتي راسمالي. أمراض الكلي هي عديدة ومتنوعة، وخلينا نقدر من الأول نقسمه بين صنفين. نقدر نقول الصنف الأول اللي خصنا لابد نهدو ليه البال على الأقل مرة في السنة قبل رمضان، هم الأشخاص اللي كيقدر يكون عندهم مرض الكلي، لأن أمراض الكلي كنعرفوها بأنها هي أمراض صامتة وما كيعرفوهاش، واللي كيصوموا كيقدر يكون عندهم مشاكل. الصنف الثاني هم الأشخاص اللي عندهم مرض في الكلي. هنا كنقدر نقولوا هناك عدة أنواع. أولا المرض في الكلي مثلا اللي هو يعني ما فيش مشاكل، مركز مثلا مرض جلوميرول، مرض كان عنده واحد مشكل تعفن بولي والآن أصبح ما كاينش. كيقدر هذا المريض اللي كيكون عنده واحد يعني عمل ديال الكلي صحيح وتيكون هذا المرض يعني مستابل، يعني ما عندوش مشاكل، كيستشر مع الطبيب ديالو قبل من رمضان باش يسمح ليه باش يصوم رمضان وباش يقدر ياخذ بعض يعني احتياطات، وكذلك كيفاش يقادوا الادويه ديالو. هناك امراض مثلا اللي كتاثر بالنسبه لرمضان، اشخاص اللي سيكون عندهم الحصى كيقدر كما ذكرنا نقصان في الماء كيقدر يعطيهم تكوين حصى جديده او لا واحد التراب، كيقدر يجيهم واحد الحريق الكريز ديال اللي كيعرفوها المواطنين اللي كتقدر تكون بكثره في رمضان نقصان الماء. في هذه الحاله المريض يستشر الطبيب ديالو يشوف اذا كانت الحاجه يعني شاعله، يعني كتصفي ديال الحريق كاين حاسه نازله، فهذاك المريض ما كيمكنلوش يصوم فهذه واحد الفتره، يقدر يرجع من بعد، يقدر يرجع من بعد رمضان، يقدر يرجع من بعد ايام على حسب التطور ديال هذه الحاسه. كيقدر يعطيه نصائح مثلا شرب الماء في الليل كله من الفطور حتى الصباح، ويقدر يكون عنده واحد المتابعه او لا خصو ما يقدر ما يصومش بعض الايام ويصوم من بعد. هذه الحاسه بعد اوقات كتكون يعني في واحد الحاله اللي ما مزياناش ولا كتكون كثره كترجع بزاف، تما كيقدر الطبيب ينصح المريض ديالو باش ما يصومش. الا بغينا نعرفوا التاثير ديال شهر رمضان على عمل الكلي خصنا نرجعوا شويه نفهموا الكلي وعمل ديالها. في الايام العاديه ولما كيكون العوائد ديال الاكل ديالنا عاديه، الكلي كتعمل بواحد السهوله لما كيكون عندها واحد كثره المياه. شنو معنيه هذا الشيء؟ يعني كتخرج السموم والبقايا في واحد الكميه كبيره ديال المياه، يعني ما كيعطيهاش واحد العمل اللي هو مجهد. لما كنقصوا لها الماء فكنشوفوا بانه العمل تكاتف وتتعمل بطريقه اكثر، وكنقدروا نلاحظوا الفرق في اللون ديال البول، يعني اللون ديال البول اللي ما كيكون غامق تيكون مركز، كيكون الكلي عملات بزاف باش تخرج هاد البقايا في واحد الكميه صغيره، ولما تنشربوا واحد العدد القياس ديال الماء اللي هو كبير كيكون البول يعني كلير بحال صفر واضح، كيعني الكلي ما تعياتش. فهاد ملي كنفهموا هاد النقطه كيمكن لنا نفهموا بطريقه يعني خفيفه جدا كيفاش رمضان يقدر ياثر على الكلي. شنو اللي ينقص في شهر رمضان؟ هو شرب الماء في اليوم، خصوصا لما كيكون النهار طويل وتيكون الجو حار، فالكلي كتنقص لها الماء كتقدر خصها تعمل واحد المجهود كبير جدا باش تخرج هاد البقايا. لذا كنكونوا بانه شهر رمضان الى انسان كان عنده واحد المرض كتقدر ياثر عليه من هاد الناحيه، لخدينا غير هاد الناحيه. اللي كيكون كيخص مائدة رمضان هو مشاكل جد بسيطة، يعني كيكون كثرة السكريات، كثرة الدهنيات، وكثرة الأملاح. إذن وهاد المشاكل
خصنا يمكننا نتفاداوها بكثره باكثار من الخضار، لان الخضار والفواكه كتجيب واحد الكميه كبيره من البوتاسيوم ومن المياه المعدنيه اللي كتساعدنا، كتساعد الجسم من التخلص من البقايا، وكتساعد كذلك الجسم من التخلص من واحد القدر ديال الاملاح، كما انه لابد من نقص القياس على الاملاح، يعني حنا كنستهلكوا الملح بكثره، النقص ديالها، كما ان المياه لابد من شرب الماء، والماء مثلا ما خصناش نشربوا واحد نصف مع الفطور والنصف مع السحور، لا، خاص من بعد من الفطور، والإنسان كل مثلا ساعتين كيشرب واحد كوب كبير ديال الماء باش يعطي الفرصة الكيلي باش تعمل من الفطور حتى السحور. كما أنه هناك غالب الأحيان مرضى ما كيتبعوش هذه الحمية، وحتى الأدوية ديالهم كيبقاوش يحترموها مع هذا الأكل، فهنا استشارة الطبيب مهمة، لكن أنه كاين أدوية اللي كيخصها تخاد مع الفطور، كاين أدوية اللي من الأحسن تخاد مع السحور. كما انه الاكل كيخصوش يكون يجي مثلا بواحد الصفه كميه كبيره في واحد الوقت، مثلا نفطروا بزاف ومن بعد ما ناكلوش حتى السحور، فكيخص التغذيه تكون متوازنه وتكون كذلك مفرقه، كتعطي الفرصه للجسم الانسان خصوصا الكلي باش تعمل بواحد سهوله وما يكونش حتى شي مشكله في هذا الشهر ديال رمضان.